بالنسبة إلى المورفولوجيكال فيتشرز as you see قلنا مثلا يكون تير شيب تحتوي على تو sucking disc وتحتوي على تو nuclei at the interior parts of the body for flagella. This is convex, dorsally, concave, ventrally, and this is the cyst stage of the parasite. طلاب واضحة الشاشة قدامكم تشوفوها؟ السلايدات واضحة؟ نعم دكتورة. نعم. هذه بالنسبة إلى الفقر اللي شوفوها قدامكم هاي اللي هي stool sample. You see in this figure the trophozoid stage of Giardia lamblia واللي يشوفون واضح كأنه هي لابسة نظارات أو عيون عندها. هذه هي two nuclei at the interior end and having two sucking discs with central exostyle قلم محوري وتحتوي أيضا على four pairs of the flagella. أما السيست ستيج طبعا هذه الصورة الفيجر اللي يمكن نشوفها بالمايكروسكوب تكون اليبسويد أو تكون أوفل شيب وتحتوي أيضا على four nuclei. بالنسبة للايف سايكل اوف جياردي لامبليا يوجوالي ذا مان ويل اكواير ذا انفكشن باي انجستشن اوف ذا سيست ان ذا كونتامينيتد فود اند ووتر. كونتامينيتد فود اند ووتر وين انجستشن ويل بي اكر ذا سيست فروم كونتامينيتد فود اند ووتر ويل جيت اكزيستيشن ان ذا دوزينم. To get of each cyst will hatch to produce two trophozoids. كل cyst وحدة تنطينا two trophozoids and these trophozoids will multiplication or multiplied to get a large number of trophozoids. This will be attached to the mucosal tissue and then when it's multiplying some of them will be get incestation occurrence in the colon and the cyst will be excreted in the feces. اذا عمليه البلع الاصابه تكون بعضاء بتناول الانفكتيف ستيج اللي هو من هو قلنا عليه اللي هو الماتشور cyst of the giardia lamblia and this is mature cyst will اول ما يصير لها يصير لها عمليه الاكزيستيشن عمليه خروج التروفوزويد من السيست بمنطقة الدجنم وراح كل سيست راح ينطيني 2 تروفوزويد بينما بعضها راح يصير طبعا أول ما تخرج لنا من السيست راح يصير بها multiplication by binary fission عملية الانقسامات الثنائية فراح تنطينا أعداد كبيرة من التروفوزويد بالانتستين بعضها ثم وين تنتقل إلى منطقة الكولون راح يصير بها عملية الانسيستيشن عملية التكيس هسه راح يصير بها تكيس عكس عملية الاكزيستيشن الانسيستيشن راح يصير بها انسيستيشن راح تتحول من التروفوزويد إلى سيست وبعدين هذه اللي راح تخرج مع الستول اوف ذا بيشنت وهو ويعتبر الدايجنوستيك ستيج. اذا بالنسبه الى الانفكتيف ستيج اللي جياردي لامبليا هو الماتشور سيست بينما الدايجنوستيك سبيشيز او الدايجنوستيك ستيج هو عندنا تو ستيج اما اشوف الاستروفوزويد او اشوف السيست بالستول الخاص بالبيشنت. بالنسبه للباثولوجي اند باثوجينيسيس اوف جياردي لامبليا از تيبيكلي سين وذين ذا كريبس اوف ذا جيجنال اند جيجنال ميوكوزا. It does not invade the tissue, but remains tightly adhered to the intestinal epithelium by means of the sucking disc. They may cause abnormalities of the villus architecture by cell apoptosis and increased lymphatic infiltration of the lamina propria. Often they are asymptomatic, but in some cases, Giardia may lead to the mucous diarrhea, fat malabsorption, dull epigastric pain, and flutinous. The stool contain excess mucus and fat, but no blood. Children may develop chronic diarrhea, malabsorption of the fat, vitamin A, protein, sugars like xylose, disaccharides, وأيضا يسبب ال weight lose. Giardia may colonize the gallbladder, causing pylori colic and jaundice. إذا بالنسبة إلى الأعراض المرضية للجياردي لامبليا طبعا هي تكون بعض الأحيان تكون asymptomatic
لكن إذا تواجدت بأعداد كبيرة، بالإضافة إذا كان هنالك عندي خلل بوظيفة الجهاز المناعي، إيش راح يصير عندنا؟ راح تأثر على الخلايا الخاصة أو الزغيبات الخاصة بالإنتستين، فبالتالي تتخيلوا عندنا آلاف من جياردية لامبلية أو مئات الآلاف تغطينا السطح الداخلي للإنتستين، وبالتالي راح تأثر ميكانيكلي في عملية الأبسوربشن، ومن ضمن عمليات الأبسوربشن اللي راح تأثر عليها هي الفات والفيتامينز بالإضافة إلى الشوغرز مثل زايلوز داي سكرايت، وبالتالي راح يكون طبيعة الستول يكون ستوريا اللي يكون يحتوي غريزي دياريا يكون دهني، لذلك يمكن أشوف الستول الخاص بالبيشنت كأنه يحتوي على قطع من الشحم الأبيض. ليش؟ لأن هي أثرت لي جياردية بعملية امتصاص الفات، وبالتالي أغرب الدهون أو العفو أغلب الدهون وأكثر الدهون راح تخرج عندي مع الستول، فأقدر من الماكروسكوبيك إكزامينيشن إنه من الشكل الخارجي لهذه الستول أقدر أشخص عندنا جياردية لامبلية. لذلك عندنا جياردية لامبلية أكثر إصابة وين عندي بالنسبة للأطفال، وراح نشوف خاصة للأطفال اللي يعانون من كرونيك دياريا المسبب الرئيسي لها هي جياردية لامبلية، والمسبب الآخر اللي راح نتعرف عليه هي الانتاميبا هيستلاتيكا، هذه كومن باراسايت دائما نقدر نشخصها بالمستشفيات وبالمختبرات. بالنسبة إلى لابوراتوري دايجنوزز مثل ما قلنا اكو عندنا ستول اكزامينيشن، قلنا نعتمد على الماكروسكوبيك اكزامينيشن، من النظرة العامة للستول اقدر اقول اني عندي جياردية لامبلية، بالإضافة إلى التشخيص الآخر هو الميكروسكوبيك examination of the stent preparation. عندنا تيست آخر هو يسمونه الانتيرو تيست أو ما يسموه بالسترنش تيست. شنو هذا التيست؟ هذا يعتبر تيست مهم جدا في عملية الديودينال سبيسمين، يعني أقدر أخذ سبيسمين أو سمير من منطقة الديودينام بالاعتماد على هذا التيست. التيست هو عبارة عن coiled thread inside a small weighted gelatin capsule. He will be swallowed by the patient after attaching the free end of the thread in the cheek. The capsule pass through the stomach to the duodenum region, and after 2 hours, the thread is withdrawn, placed in saline, and mechanically checked. The centrifuge deposit of the saline is examined for giardia. هذه التكنيشن طبعا very cost، لذلك ما نستخدمها الا في حالة الضرورة جدا. اعيد لكم، هاي التكنيشن هي عبارة عن خيط ملفوف داخل جيلاتين كبسول، كبسولة جيلاتينية نمطيها للبيشنت حتى يبلعها. الطرف الاخر من الخيط اللي مسؤول عن عملية التشخيص يمسكه، بعدين تبلع هذه من قبل البيشنت، راح تعبر هذه الكبسول من منطقة الاستومك إلى منطقة الديودينام، وتبقى هناك لفترة ساعتين، بعدين تسحب هذه الكبسول وتوضع في محلول سلايم، محلول ملحي، وطبعا ترج جيدا، ثم نفحص الماء الخاص أو السلاين اللي موجود اللي خلينا به الكبسول ونفحصه مجهريا، راح نحصل على او نشوف او نشخص التروفوزويد ستيج اوف ذا جياردية لامبلية. هاي للتساؤل اذا كنتوا قريتوا الانترو تيست وقلتوا شنو هو الانترو تيست او ما يسمى بالسترنج تيست. Other laboratory diagnosis of جياردية لامبلية is the serological test using to اما antigen detection or antibody detection بالاعتماد على الإلايزا والإندايركت أميونو فلوريسنت تيست. Other molecular diagnosis اللي هو بالاعتماد على الدي ان بروب أو باستخدام التكنيشن اللي هي بوليميريز تشين رياكشن اللي هي البي سي آر. طبعا معظم المولكيولر دايجنوسيس طبعا هي كوستي، كلش كوستي، لذلك ما نستخدمها بالروتين اكزامينيشن او الروتين دايجنوستيك اوف ذا جياردية لامبلية، لكن اغلب المولكيولر دايجنوستيس نستخدمها بالدراسات البحثيه. واضح طلاب لحد الان؟ نعم وياك. من نشوف الستول شلون يعني بعيننا بدون مايكروسكوبيكلي شلون نعرف انه بي جياردية؟ لا الستول احنا شنو قلنا؟ قلنا من ضمن مميزاته، اول طبعا يصير فاولنج سبيلنج كلش ريحته مميزه،
جدا مزعجة. الشغلة الثانية راح أشوف قطع، إذا كان طبعا الإصابة عندي هافي أو كلش قوية، راح من الستول هو طبعا قريب يكون دياريا، لذلك أشوف ويا الدياريا كأنه قطع من الشحم موجودة به، قطع شحم، شايف الشحم أنت؟ نعم، يصير قطع شحمية موجودة بالستول، فمن أباوع للدياريا ويا هذه القطع الشحمية أشك أنه عندنا جياردية لامبليا. واضح؟ لأن هي هاي عبارة عن قطع من الليبد، يعني كلها دهون أو فات، لأن هو عندي البارسايت بصورة عامة سوى لي مال absorption of the fat، لذلك راح ما يمتص من الأمعاء، وين راح يروح لي؟ يطلع لي ويا الستول، فأقدر أميزه. واضح؟ نعم دكتور، شكرا جزيلا. عفوا. باراسايت آخر راح ناخذه هو الانتاميبا هستلاتيكا أو ما يسمى بأميبا الحالة من النسيج، وأعتقد إحنا خذناها بالسنة السابقة بالإنفكشيوس يونت، اللي هي أيضا تعتبر من انتستاينال أنتشو أميبا. انتاميبا هستلاتيكا occurs in three forms: trophozoid, bricist, and the cyst. The cyst is spherical in shape, about 10 to 20 micrometer inside. The cyst wall is a highly reflectile membrane, which makes it highly resistant to the gastric juice and unfavorable environmental condition, and present only in the lumen of the colon and in mushy or formed feces. The diagnosis is most cases rest on the characteristic of the cyst, as trophozoite usually appear only in diarrheic feces in active cases and survive for only a few hours. إذا الانتاميبا هستلاتيكا حالها من حال الجياردية، بما أن هي تنتمي إلى البروتوزوا، أيضا عندها two species، العفو two stage. الstage أو إحنا هنا طبعا من نقول بريسيست هو جزء من السيست، لكن هو شو نقول خطوة استباقية قبل لا يكون السيست، نسميها البريسيست. لكن من التشخيص أو التقسيم الأساسي للبروتوزوا عندنا تروفوزويد وعندنا السيست. من اسمها أميبيا معناها عندي الانتاميبا تكون الريجولار شيب، تكون شكلها غير نظامي أو أميبي مثل ما تعرفون. ليش؟ لأن هنا الأميبيا لها القابلية من اسمها راح تسوي لي سيدوبوديا، أقدام الكاذبة متعددة، لذلك شكلها يكون متغير، بالإضافة أن وسيلة الحركة راح تكون عن طريق هذه السيدوبوديا. السيست أو هنا موجودة طبعاً قلنا مثل الانتاميبا هستلاتيكا مثل الجياردية بالنسبة للتروفوزويد، أيضاً مسؤول عن الموفمنت، مسؤول عن الفيدينج، مسؤول عن المالتيبليكيشن، أيضاً هو المسؤول قلنا عن الأعراض المرضية، اللي معظم الأعراض المرضية اللي تظهر عندي على البيشنت. لكن الوظيفة الأساسية إله قلنا هذني، لكن السيست هو المسؤول عن وهو يعتبر الانفكتيف ستيج، وهو اللي راح ينتقل من بيشنت تو ذا اذر بيرسون اند كوز انفكشن. لذلك الانفكتيف ستيج بالنسبة للبروتوزوا دائما نقول هو السيست، لكن عندي أيضا بالسيست والجياردي عندي ماتشور وأماتشور سيست. بالنسبة للأماتشور سيست بحالة الانتاميبا هستلاتيكا ايضا تكون تحتوي على تو نيوكلياي، لذلك تعتبر اماتشور سيست وما اقدر اعتبر هذه ما تسوي لي اصابه اذا ما تناولتها مع الماء او الغذاء الملوث. بينما الكونتامينيتد اللي او العفو الانفكشن او الانفكتيف ستيج هو الماتشور سيست واللي يحتوي على فور نيوكلياي. هذا يعتبر هو الانفكتيف ستيج اوف جي او انتاميبا هيستولوجيكا. اما بالنسبه للدايجنوسيس، اذا انا جتني ستول اللي المختبر، اذا كان عندي فورمد ستول او ماشي راح اشوف عندنا، راح اقدر اشخص انه يكون عندي سيست. بينما اذا كان عندي دياريا او ديزنتري راح اقدر اشوف الانتاميبا هيستولوجيكا كتروفوزويد. التروفوزويد طبعا الكون اذا خرج خارج الجسم راح مثل ما تعرفون خارج الجسم معناها unfavorable condition بالنسبه لهذا السبيشيز، لذلك راح يكون وسيلته الدفاعيه انه يتحول من تروفوزويد يتحول الى سيست خلال عده ساعات. لذلك الزنتري او الدياريا اذا فحصتها او جتني فريش للمختبر وفحصتها دايركتلي راح اشوف التروفوزويد اوف انتاميبا هستلاتيكا، لكن اذا تاخرت السامبل عندي بالمختبر ما راح اقدر اشخص الانتاميبا هستلاتيكا كتروفوزويد او انتاميبا هستلاتيكا، لكن يمكن اشوف السيست. واضح طلاب؟ اذا عندي السيست اقدر اشوفه
حتى لو عندي تأخرت عندي سامبل أو كان عندي فورمد أو مشي استول أقدر أشخص الانتمبيهستيريوتيكا بطور للسيست، بينما إذا كان عندي ديزنتري وفريش دياريا ما تأخرت عندي أقدر بسهولة أشوف الانتمبيهستيريوتيكا وأشخصها بعدة عندها عدة كاركترستيك فيتشر. أولاً انتبه لحركتها اللي هي حركة أميبية تتحرك باتجاه واحد بتكوين السيدوبوديا. الشغلة الثانية المهمة والضرورية أقدر عندي أشخص الانتاميبهستلاتيكا من other types or other species of amoeba تحتوي داخل السيتوبلازم تحتوي على RBC تحتوي على red blood cells. وهسه نشوف ليش تحتوي على red blood cells بالسيتوبلازم، وهي تعتبر من characteristic feature of trophozoid of entamoebahistolytica. كنا بالنسبة trophozoid is the vegetative or growing stage of the parasite. It is the only form present in the tissue. It's irregular in shape and varies in size from 12 to 60 micrometer, average being 20 micrometer. It is large and actively motile in freshly passed dysenteric stool, while smaller in convalescent and carriers. The amoeboid trophozoid is the only form present in the tissue. The cytoplasm has two zones, the hyaline outer margin and granular inner region that may contain RBC and no bacteria. إذا التروفوزويد بمنطقتين، المنطقة اللي يكون كأنه خط يحيط تحت الغلاف السيال ممبرين، خط أبيض أو مشع هو ما يسمى بالهايلين أوتر مارجن، حافة زجاجية، لكن بالوسط أو السيتوبلازم أو الأنر ريجن أو سيتوبلازم تكون تحتوي على جرانيولز وأيضا تكون محببة ومن ضمنها تحتوي على الار بي سي لكن لا تحتوي على البكتيريا. هذا بالنسبة إلى التروفوزويد ستيج of the Giardia lamblia. You see the pseudobodia، قلنا تحتوي على pseudobodia وتحتوي على nucleus. طبعا النيوكليوس مالتها جدا مميزة لأنه تحتوي على الكروماتين دوت، تكون regular كروماتين دوت على the inner surface of the nucleus، بالإضافة لها تحتوي على الكاريوسوم. أما بالنسبة للسيست ستيج تكون أما تكون نقول circular shape وتكون oval shape، تحتوي على four nuclei، لكن هسه هذه قدامي نحتوي على two nuclei، معناها هذا اللي نسميه البريسيست وليست السيست. أما بالنسبة إلى نجي لل life cycle of entamoebahistolytica، also the man will be acquired infection by the ingestion of the cyst in the contaminated food and water. Ingested of the cyst from contaminated food and water، أول خطوة راح يصير بها عندنا عملية الاكزيستيشن، راح تخرج التروفوزويد من هذه السيست. وطبعا قلنا كل سيست بما أنه تحتوي على 4 نيوكلياي معناها راح تنطيني 4 تروفوزويد. هذه الفور تروفوزويد راح ينطيني راح تنقسم انقسام سريع، تنطينا 8 او 8 تروفوزويد او يسموها اميبولا. هذه الاميبيا راح تتكاثر باي باينري فيشن مالتيبليكيشن، ايضا راح يصير لها سريع وبالتالي تتكاثر وتتواجد بالانتستين. اللي راح يحدث انه قسم من هذه التروفوزويد راح تتحول الى طور اخر بعمليه الانسيستيشن، عمليه التكيس راح تتحول الى سيست، وهذه السيست راح تخرج مع الفيسز اوف ذا بيشنت. لكن طبعا الانتاميبهستولاتيكا بالظروف العاديه تكون يعني نقدر نقول مرات الاعراض المرضيه اللي تسببها تكون طفيفه، يعني سيلف ليميتد اقدر اسيطر عليها. لكن بعض انواع السترينز طبعا حسب الفاريولنس فاكتور العوامل الضراوه اللي تملكها الانتاميبهستولاتيكا، عندي بعض السلالات تسمى سلالات انفيزيف انتاميبهستولاتيكا.
السلام عليكم دكتورة، بس العفو الصوت ماكو. العفو يا دكتورة معك صوت. الصوت راح من سلايد 13. السلام عليكم عن طلاب، هل تسمعونا؟ نعم دكتور. هاي طلعت وما أعرف ليش الإشارة كاملة عالية، ما عندي مشكلة بها. هسه من يا سلايد من اللايف سايكل أنتم فقدتوا الاتصال الصوت؟ نعم دكتور.
دكتورة لما انت تحكي لنا عن الانفيزيف انتيبيوتكس. نعم احنا قلنا اكو سترينز من انتامي بهستلاتيكا، طبعا مو جميع سترينز تكون تسوي انفيجن اوف ذا كولون او تشو اوف ذا كولون، وانما بعض من انواع او السترينات او السلالات نسميها تكون تحتوي على فيريولنس فاكتور، تحتوي على عوامل ضراوه عاليه جدا. طلاب اول ما يطلع يروح الصوت يا ريت تسوي بالشات تقولوا لي ماكو صوت، واضح طلاب حتى ما استمر. هذه صار بس عفوا الصوره ماكو، ما عندنا صوره. ماكو صوره همين؟ لا حول الله. صار اكو موجود بس صوره ماكو. اي بعد ما اعرف اياها، هسه راح اعيد اسوي شيرنج للشاشه مره ثانيه. اوكي. Start sharing. هسه اوكي؟ نعم دكتورة هسه طلعت الصورة. اوكي. قلنا اكو هناك عندنا بعض انواع اللي السترينات او السلالات الخاصة بالانتامي بهستراتيكا تحتوي على ما يسمى بالفيريولنس فاكتور، عوامل ضراوة تساعدها انه تسوي انفيجن للميوكوس تشو اوف ذا انتستين، وبالتالي راح تسوي لي ulceration، بالإضافة إنه بعض من عندها راح يسوي لي perforation of the cell of the intestine wall، وراح تطلع لي مع the blood cycling تروح عدة أورجان موجودة بالجسم، يمكن بعضها يوصل إلى الليفر، اللانج، البرين، السكين، مناطق مختلفة بالجسم أو بنكرياس، يمكن نسبب لي بيها abscess لهذه الأورجان اللي راح توصل إليها. الشيء المميز بالنسبه للباثوجينيسيس اند كلينيكال فيتشرز انتامي بهستالتيكوسيس قلنا انتستاينال اند اكسترا انتستاينال اميبيوسيس، الانكوبيشن بيريد از هايلي فيربل اون ان افريج ات رينج فروم 4 دايز تو 4 مانث، اميبيوسيس كان بريزنت ان ديفرنت فورمز اند ديجري اوف سيفيريتي ديبندينج اون ذا اورجان افكتد اند ذا اكستنت اوف ذا دامج كوست. Pathology and pathogenesis of the invasive amebiasis. طبعا احنا اذا كانت not invasive او كانت السترين العاديه او البسيطه من الانتامي بهستراتيكا اقدر اسوي لها self limited. بس عفوا. نعم. بعدها بس طالع يعني صورتي الخلفيه مال شاشه يعني مال اللابتوب بس المحاضره مضاعفه. دقيقه راح ارجع اسد وافتح وتدلل. اي نعم اوكي اي نعم طلعت المحاضره شكرا جزيلا. الو دكتورة طلعت المحاضره بس التسجيل مالت الكونفرنس كول تمام التسجيل هلا متاكده التسجيل كان موجود ريكوردينج والله خليني اشوفه. This session is no longer being recorded. Okay. Is the recording okay? باثولوجي هسه بالنسبه الى اذا كان عندي الباراسايتس او الانتامي بهستالوتيكا السترين العادي او البسيط اقدر اسوي له سيلف ليميتد بسهوله، يعني اقدر اخذ دراجز وتنتهي الامور، لكن اذا كان عندي انفيزيف اميبياسيز واللي هي تكون تسبب لي الكرونيك ديزنتري وتعتبر من يعني الاشياء المعقده بها انه هي راح تسوي من اسمها انفيزيف او انفيجن راح تسوي انفيجن تو اذر اورجان ان ذا بودي، يعني تطلع لي من منطقه الانتستين راح تروح الى اورجان اخرى وتسوي لي بها ابسس، وهذه الاورجان قلنا اما تكون مثلا اللانج، الليفر، البنكرياس، البرين، السكين، اي مناطق اخرى او اورجان اخرى توصل لها راح تسوي multiplication وتسوي لي بها لهذه المناطق تسوي لي بها abscess. It is estimated that approximately 50 million cases of the invasive disease occur each year with up to 100,000 death disease results when the trophozoid of intamibia histolytica will be invade the intestinal epithelium and forms great ulcer with pinhead size center and raised edges. The invasion remains superficial and heals spontaneously. More often, the amoeba penetrates the submucosal layer and multiplies rapidly, causing lytic necrosis and thus forming an abscess. The abscess breaks down to form an ulcer. طبعا هي من اسمها
انت اميبهستلاتيكا يعني الاميبا المحللة للنسيج، معناها إلها قابلية تفرز بروتولايتيك انزيم، انزيمات محللة للبروتينات، وبالتالي راح تشتغل لي على الغلاف أو السطح الخارجي الداخلي بالنسبة للسوبرفيشال لاير اوف ذا انتستين، تسوي تآكل بالخلايا وتبدي عملية الفيدينج بأنه تبدي عن تعرفون أنتوا عملية الفيدينج بالإنتامي بهستلاتيكا أو بالأميبا بصورة عامة عن طريق الأقدام الكاذبة اللي تحوط المواد الغذائية، وتسوي إنجشن لهذه الخلايا إلى داخل السيتوبلازم وتبدي عندها عمليات الهضم حتى تحصل على الطاقة اللي أو الاستمرار بالحياة. من ضمن هذه عمليات التخديش اللي تحدث للسطح الداخلي للأمعاء راح يصير عندي بليدنج، ومن ضمن هذه البليدنج عندنا اوكي راح تفرض عندي عندنا تطلع عندنا الار بي سي، فراح يسوى عملية بلعمة انجكشن اوف ذا ار بي سي. لذلك خلال عمليات الفحص للستول اذا شفت انت بهستلاتيكا من ضمن مميزات تروفوزويد اشوف ار بي سي موجودة داخل السيتوبلازم الاندوسايتوبلازم، وبهالحالة هذا أقول عندي أو شخصت عندنا تروفوزويد أوف انتاميبا فيستولاتيكا، وأقدر أميزها عن الأنواع الأخرى من الأميبا اللي كنتوا طبعاً تعرفون أكو الأميبا هي طيف واسع من السبيشيز، مثل عندنا مثلاً انتاميبا كولاي اللي يكون نورمالي فاوند إن ذا بودي لكن وتكون يعني أباثوجينيك تايب للسبيشيز، يعني تكون ما فشي تعتبر كأنه نورمال فلورا، فأقدر أميز الانتاميبا هستلاتيكا عن الانتاميبا كولاي بوجود الار بي سي في داخل هذا السيتوبلازم. بالنسبة للآثر اللي راح يصير عندي بالمنطقة الكولون أو بالسيجمويد ريجن أوف ذا انتستين تكون جدا مميزة، اللي راح يسبب لي اياها الانتاميبا هستلاتيكا راح يسموها فلاسك شيب آثر، تكون تشبه شكل الفلاسك، تكون نارونيك ماوث، طبعا تبدي بماوث فتحة جدا صغيرة ونارونيك منطقة ضيقة، بعدين تبدي القاعدة الخاصة بالآثر تكون عريضة وتحتوي على الانتاميبا هستلاتيكا كتروفوزود بالإضافة إلى بقايا التشو اللي راح تكون داخل هذه الألسر. قلنا هي فلاسك شيب ألسر وقلنا شنو شكلها راح يكون، فلما أشوف عندي فلاسك شيب ألسر داخل منطقة السيكوم أو داخل السيجمويد ريجن سيجمويد ريكتال ريجنز راح أقول عندي المسبب الأساسي هي نوع من البيزيف انتاميبا هيستولاتيكا. واضح طلاب؟ وقلنا خلال هذا شكلها بالنسبة مثل ما تشوفون هذه اللي قلنا عليها فلاسك شيب نارونيك and تحتوي على لارج بيس قاعدة جدا عريضة، طبعا راح تنتشر هاي القرحه واحده أثر واحده لكن عندي مالتيبل ألسريشن، يعني يمكن اسبب لي عده قرح واحده بصف الثانيه، والتشو اللي بين هذه الألسر راح يبقى هيلثي ما راح يتضرر. اذا استمرت عمليه هذه راح يسوي لي ثقب لجدار الامعاء وبالتالي راح تخرج وتصيب اورجان اخرى داخل الجسم. واضح طلاب؟ ايضا يمكن ان تسبب لي granulomatous pseudo tumoral growth may develop on the intestinal wall from the chronic ulcer. This amoebic granuloma of amoeboma may be mistaken for the malignant tumor. راح طبعا تتسوي لي نوع من انواع اللي نسميها الاميبيك granuloma او نسميها الاميبوما، وهي يمكن ان تختلط مع نوع اخر من انواع التيومر، يمكن نشك بأنه هي كأنه نوع من أنواع التيومر لكن هي بالحقيقة هي أميبوما أو هي عبارة عن أميبيك جرانيلوما. واضح طلاب؟ إذا عندنا المسبب الأساسي لفلاسك شيب ألسر اللي هي من عندنا الانتاميبا هيستولاتيكا. Factors that determine invasion of amoeba include the following: the number of amoeba ingested, the pathogenic capacity of the parasite strain, host factors such as gut motility and immune competence, and the presence of the suitable enteric bacteria that enhance amoebic growth.
correct identification of the entamoeba species remains a critical problem. Trophozoite, especially with RBCL and the cytoplasm found in the liquid or semi-formed stool. واضح طلاب بالنسبة إذا هذه عندي بالتشو موجودة عندي الانتاميبا هيستولوتيكا بالتشو نقدر نقول عليها هذه هي عبارة ما دام موجودة بالتشو معناها عندي هي الانفايزيف انتاميبا هيستولوتيكا. Complication and sequelae of the intestinal amoebiasis fulminant amoebic colitis راح يسبب لي toxic megacolon perianal ulceration amoeboma بينما إذا كان عندي extra intestinal amoebiasis إذا طلعت لي من منطقة الأمعاء وتوجهت لي إلى مناطق أخرى بالجسم أو أرغان أخرى راح تسبب لي أما amoebic hepatitis, amoebic liver abscess, amoebic appendicitis and peritonitis, pulmonary amoebiasis, cerebral amoebiasis, splenic amoebiasis, cutaneous amoebiasis and genitourinary amoebiasis حسب الأورغان اللي راح توصلها وهي منطقة راح تسبب توصل حسبب لي بيها inflammation بالإضافة إني راح تسبب عدي بيها abscess حسب نوع التشو اللي موجود. Laboratory diagnosis إذا كان عندي طبعا عندنا two branch إذا كان عندي intestinal amoebiasis وإذا كان عندي extra intestinal amoebiasis اللي هي liver abscess طبعا الأورغان الأساسي اللي توجه له بعد الانتستين هو الليفر وسبب لي ما يسمى بالاميبيك ليفر ابسس. بالنسبه الى الانتستينال اميبياسيس يمكن ان اشخصها باستخدام الستول اكزامينيشن او استخدام الستول كلتشر ميوكوزال سكرابينجز سيرو دايجنوسيس مولكيولار دايجنوسيس بينما الاميبيك ليفر ابسس ايضا مايكروسكوبي اوف باس اوف ذا اسبيريت هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن سيرو دايجنوسيس راديولوجيكال اكزامينيشن بالإضافة إلى الستول examination. هذا بالنسبة ما يتعلق بالإنتاميبا هيستولوتيكا طبعا حاولت أختصر لكم بشتى الطرق بس لازم يعني أنتوا الباثوجينيسيس جدا مهم ولازم نذكركم باللايف سايكل أوف الباراسايت نفسه لأن يعني فت سنة بعيدة طويلة ما عرف قريتوها لو ما قريتوها للإنفكشيوس أو للباراسايت فلازم نذكركم ونذكر لكم أيضا الباثوجينيسيس. هذه المسببات الأساسية إذا كان عندي دياري. نوع آخر من الباراسايت هو الكريبتو سبوريديوم طبعا هذا جدا كمان أيضا عندنا بخاصة عند children لكن يكون يمكن أن نعتبره أسيمتوماتيك وأيضا مسبب لي الدياري. الكريبتو سبوريديوم هو أيضا من الانتستينال سبوروزوا typically كريبتو سبوريديوم هومينس can infect the intestine in immunocompromised person, for example, those with AIDS and cause severe and tractable diarrhea have probably been an unrecognized cause of self-limited mild gastroenteritis and diarrhea in humans. راح نتعرف على مصطلح آخر اللي هو الأوأوسيست وقلنا الأوأوسيست هو عبارة عن سيست لكن يحدث الأوأوسيست في بعض أنواع الباراسايت اللي عندها نقدر نقول عندها type of the sexual reproduction مو sexual reproduction اللي متعارف عليه يعني عندي male وfemale وإنما نوع من أنواع sexual reproduction عندي بعض من الخلايا تتحول أو تحاكي الخلايا الأنثوية فنسميها الماكروغومنتس بينما الخلايا اللي تحاكي الخلايا الذكرية نسميها مايكروغومنتس وهذا راح يسوي عندنا فيوز يسوي عملية fertilization تحدث وبالتالي تنطيني زايغوت ومن الزايغوت تتطور تنطيني ما يسمى بالأوأوسيست اللي هاي تخرج مع الستول of the patients. الأوأوسيست measuring about 4 to 5 micrometer and past in feces in numerous number and are immediately infectious. When oocysts in contaminated food and water are ingested خلّى طلع لكم اللايف سايكل أفضل ده شوفون طلاب الصورة قدامكم طبعاً تبدأ عملية الإصابة طبعاً هنا عندنا بالنسبة إلى الكريبتوسبوريديوم بارفوم عندها two type of the oocysts الصوت واضح طلاب واضح دكتور واضح بس هو ما نايمين انتو لا يا دكتور زين عندنا بالنسبه الى الثيك وولد اوسيس
طبعا عندنا قلنا اكو تو تايب اوف ذا حسب النوع الوول الخاص بالكريبتوسبورديوم عندها تو تايب، اما عندها سين وعندها سيك وولد اوسيست. السيك وولد اوسيست هذا ويل بي انجستد وذ كونتامينيتد فود اند ووتر and the when reaching inside the small intestine this trophozoid or العفو الاوسيست تحتوي بداخلها على ما يسمى ب سبوروزويد. اول ما تدخل الى داخل الانتستين راح تستقر، طبعا اول ما تستقر بها راح تسوي تطلع لنا السبوروزويد. السبوروزويد راح يسوي invasion to the intestinal villi epithelium cell epithelial cell of the intestine، يدخل داخلها يتطور من سبوروزويد ينطيني التروفوزويد، والتروفوزويد راح ينطيني ما يسمى بتايب 1 نيرونز اللي هو نوع من انواع اللي يكون شكله كانه شكل الكيس او كروي يحتوي بداخله على ستيج اخر هو الميروزويد. هذا الميروزويد طبعا ينتج لما تنفجر عندي السيست هذه راح تكبر او الميرونت راح تكبر بالحجم بسبب تعدد الميروزويد، طبعا مئات من الميروزويد تنفجر راح تحرر الميروزويد. هذه يسموها الاسكشوال سايكل التكاثر الغير الجنسي. بعض من هذه الميروزويد راح يسوي invading to the other epithelial cell وايضا تتحول الى ميرونز والميروت ينطيني ميروزويد وهكذا تتكرر اللايف سايكل عدة مرات. نيجي تحولت بعد لما صارت اعداد كبيرة قسم من هذه الميروزويد راح يصير بيها نوع من انواع الـ نقول عليها التمايز. من تتميز تنطينا نوعين من الخلايا، اما انطينا سمينها ما يسمى بالمايكروغومونت او الماكروغومونت. المايكروغومونت اللي هي راح تنطيني تحاكي الخلية الانثوية، والماكرو العفو المايكرو تحاكي الخلية الذكرية كميل، بينما الماكروغومونت راح تكون عبارة عن خلية انثوية. راح يحدث عملية التزاوج او الاندماج بين الخليتين راح تنطيني ما يسمى بالزايغوت. هذه الزايغوت تتحول الى ما يسمى بالسيست. قلنا عندنا two type of the cyst، اكو عندنا thin walled oocyst وعندنا thick walled oocyst. طبعا thick walled oocyst هذه راح تكون مقاومة للظروف البيئية تخرج الى الخارج وتقدر تكمل اللايف سايكل بسبب الاصابه بالشخص اخر، لكن السين وولد هذه تكون جاهزه ان تسوي لي اوتو انفكشن، يعني راسا تعيد اللايف سايكل داخل الجسم من غير ما تغادر مع الستول او مع الفيسز، راسا تتحول الى قلنا هاي الاوسيست السين وولد راسا تحرر لي السبوروزويد والسبوروزويد يكمل اللايف سايكل. Pathology and pathogenesis of cryptosporidium inhabit the brush border of mucosal epithelial cells of the gastrointestinal tract, especially the surface of the villi of the lower small bowel. The prominent clinical feature of cryptosporidiosis is watery diarrhea, which is mild and self-limited from 1 to 2 weeks in normal person. هذه بالنسبة إلى ascanic electron micrograph of the broken meront of cryptosporidium showing the merozoid within. هذه هي نفسها هي عبارة عن meront داخلها هاي التركيب الأصابعي أو تشبه الفينجرز هي عبارة عن merozoid. هذه أيضا cryptosporidium barvum أو cryptosporidium hominis موجودة على في الانتستينال tract. The diagnosis depends on the detection of the oocyst in the fresh stool sample. The stool concentration technique using modified acid fast stain نوع من التكنيشن تستخدم حتى نقدر نشخص الكريبتوسبورديوم الاوسيست in the of the cryptosporidium feces. هذه الستين نسميها acid fast تصبغ لنا الكريبتوسبورديوم ويمكن نشوفها بالشكل او باللون الوردي مثل الصور اللي شفناها هنا. هذا بالتصبيغ أقدر أميزها خاصة هنا، هذا بتقنية الأسيد فاست استين أقدر أشخص الأوغوسيست of the cryptosporidium. خلصت بالنسبة إلى البروتوزوا.
ناخذ بالنسبه الى النيماتودز او انتستينال هيلمنثيك انفكشن. وقلنا النيماتود بيها عده انواع، اذا نروح للتشخيص مالتها عندنا السيستود وعندنا النيماتود، العفو بالنسبه الى الهيلمنث عندنا سيستود عندنا نيماتود، بالاضافه الى نوع اخر هو الاستريماتود. واحد من الانتستينال هيلمنثيك وهذه كمان خاصه عندنا عندنا الانشيلدرن هي الانتروبيوس فيرميكولاريس او ما يسمى بالبين وورم انتستينال نيماتود، اللي تكون سلندر بوينتد بوستيرير اند ميلز، تكون طولها حوالي 3 ملم ان لينث اند هاف كيرفد بوستيرير اند. البين وورم ار فاوند، تكون دائما شائعه، احنا نسميها الديدان الدبوسيه خاصة عند الأطفال، وتسبب حكة شرجية جدا مزعجة خاصة خلال الليل. عندنا هذه بيها ميل وبيها فيميل. بالنسبة إلى الانفكشن acquire when the occurring when the person take eggs with by the way يعني عندنا أمام اللاصقة بالأصابع تلتصق بأي شيء، تلتصق بملابس الداخلية مثلا للطفل، تلتصق بأي حكة لمنطقة الشر، وبالتالي راح يسبب عملية أو تكون سريعة العدوى، بالإضافة إلى أن هي تتكرر بنفس الشخص عدة مرات، يعني يسوي لي أوتو إنفكشن تقدر تتكرر وسبب لي أصابة ذاتية أو سبب لي re-infection to the same person أو تنتقل إلى شخص آخر بسهولة. باثولوجي and باثولوجي، طبعا هنا أسرع لأن أصور بعدنا 10 دقائق وشوية سلايدات عندنا هواير. باثولوجي and pathogenesis of the pinworm, the main symptoms associated with pinworm infection is perianal pruritus especially at the night caused by hypersensitivity reaction to the eggs that are laid around the perianal region by female worms. عندنا بالنسبة عندنا اكو طبعا الميل والفيميل. الميل ينتهي مباشرة بعد عملية التزاوج، تبقى عندي الجرافيد فيميل او البريجننت فيميل، هذه راح تهاجر من منطقة الكولون راح توصل الى البرينال ريجن، المنطقة المحيطة بفتحة الشرج، خاصة خلال خلال الليل. ليش خلال فترة at the night؟ لأن يكون أولا الشخص ما عنده حركة يعني مستقر، ما راح يسبب ضيق بالنسبة لهاي يعني حتى المصل بالنسبة بها relaxation، فتقدر تطلع من منطقة الأنال وتدخل أو الأنص تدخل إلى الفولز المحيطة بالبرينال ريجن وتضع البيض بهذه المنطقة، لذلك الحكة اللي تحدث خاصة خلال فترة الليل بسبب هجرة هذه البريجننت فيميل إلى المنطقة المحيطة بفتحة الشرج وتضع البيض خاصة في الليل، وبالتالي يسبب هايبر سنسيتيفيتي بهذه المنطقة. عملية طبعا هي لما تصير الطفل احنا نسوي له ري انفكشن، لأن أول شيء راح يحك منطقة البرينال ريجن وبالتالي الهايجين مالته ضعيف، راح يجي يخلي هذه الفينجرز بحلقه وبالتالي راح اسوي لي ري انفكشن. بعض من هذه عندنا مثلا من نفس الملابس وتكون ميكس ويا ملابس الكبار، والمي اللي نستخدمه مي عادي بدون مو مي حار، فبالتالي راح ايضا راح يسوي لي انفكشن تو ذا اذر بيرسون ان ذا سيم انفايرمنت، يعني داخل بيئه البيت، يمكن اذا انصاب عندي شخص راح يصير سريع العدوى الى بقيه الأشخاص. لذلك حتى التريتمنت مالته يكون تريتمنت جماعي، كل أفراد البيت يأخذون نفس الدوز ونفس الدراغز ويعاد بعد فترة حتى نقضي على البيوض ونقضي على الأدلت. باراسايت آخر أو نيماتود آخر طبعا هو عندنا الإسكار سيمبركويس أو ما يسمى بالديدان الخيطية. Adult scars are large, females are 20 to 50 centimeter long and males are 15 to 30 centimeter long. Human acquire the infection after eggs are ingested. Larva hatch in the duodenum, penetrate through the mucosa, migrate in the circulatory system, lodge in the lung capillaries, penetrate the alveoli and migrate from the bronchioles to trachea and the pharynx.
larvae are swallowed and return to the intestine and mature into adults. After mating, the small females can release 20,000 egg per day, which are passed in the feces. Eggs of the infected after about 1 month in the soil and are infectious for the several months. هنا راح يسوي لي طبعا معظم الاعراض المرضيه اللي سبب لي اياها الاسكار سمبروكوس هي اعراض ناتجه من عمليه الهجره الداخليه داخل الجسم. هي توصل والانفكشن تحدث عن طريق الايج، لكن اول ما تدخل عن طريق الايج راح تسوي هاتشنج تنطينا اللارفا ستيج. هذه اللارفا ستيج راح يسوي بنتريشن للسمول للانتستين وول وتخرج مع السيركل مع البلاد وتوصل الى اللنج. داخل اللنج توصل الى منطقه الالفيولاي، وداخل الالفيولاي راح تبقى لي تقريبا 2 ويكس. بعدين تبدي طبعا يصير بها عمليه انسلاخ وزياده بالحجم، راح تتسلق الى الوصول الى تتسلق طبعا تخترق الالفيولاي البرونكيول التراكيا وصولا الى الفارينكس، بعدين توصل الى الماوث راح يسوي لها سوالينج تبتلع بصوره يعني لا اراديه، ترجع مره ثانيه الى منطقه الانتستين كادلت ورم، توصل كادلت ورم. فهذه الانترنال مايجريشن هي اللي راح تسبب لي اعراض مرضيه تظهر لي على الشخص، ومن ضمنها طبعا هي اعدادها راح تكون اعداد مو طبيعيه، اعداد جدا كبيره، لذلك راح تسبب لي ميكانيكال obstruction of the bowel and bile and pancreatic duct. The worms tend to migrate if the drugs are given leading to bowel perforation and peritonitis. Anal passage of the worms, vomiting and abdominal pain. Adult worm may rarely be recovered from the anus, mouth, throat or the nose. Library, طبعا هذا عندنا cross section of the liver specimen contains many adult worms of the scar simbricoids obstruction, the intrahepatic and extrahepatic bile ducts مثل ما تشوفون بالصورة. اخر عندكم سؤال طلاب عندكم سؤال يتعلق بالسكار سمبركويدز؟ دكتوره بس هاي نشوف عندنا يعني موجوده بالعراق شنو ماما شنو؟ اسكار سمبركويدز سكار سمبركويدز طبعا موجوده هذه. احنا ما دام عندي contaminated food and water طبعا هي نقدر نشخصها وبسهوله، لان قلنا عن حجمها طبعا هذه صورتها، نسميها الدوده الوحيده، سامعين بها الدوده الوحيده؟ قبل يسموها الدوده الوحيده، طلعت دوده ايش كبرها وياه من الاسطول، فهذه المسبب الاساسي لها. وعدي ايضا مسبب اخر اقدر اشوفه اللي هي بعدين التينيا ساجيناتا، فالاسكار سمبركويدز موجوده ومشخصه عندنا بالعراق. نعم هلا عندنا اخر عندنا بالنسبه لنا بعد عدي تقريبا عندنا التينيا ساجيناتا ماخذت لكم بعد دافليو بوثري املاتم تو سبيشيز بعد لنا حتى نكمل النيماتود، وما طولت عليكم ودوخناكم. طبعا محاضرة سريعة ولان ساعة واحدة بصراحة ما تغطي الجي اي تي باراسايتس، بس حاولنا ناخذ منكم الكمن فقط اللي راح يعني تتكرر عليكم المسميات. سامعين بدودة البقر الشريطية ودودة الخنزير الشريطية اللي هي تينيا ساجيناتا وتينيا سوليام، الدودة الشريطية نسميها. طبعا هذه تحدث الإصابة للهيومن when eat measly beef or measly pork، بما انه ما عندنا بورك او ميزلي بولك، لذلك نحن نركز على التينيا ساجيناتا. ليش اخذنا التينيا سوليام؟ لان هذا المسمى اثنيناتهم ذا سيم فاميلي، نفس العائله اثنينهم يندرجون، ذا سيم لايف سايكل، لكن عندنا احنا اكثر شيء يتكرر التينيا ساجيناتا وليس التينيا سوليام، بما اننا ما نستهلك لحوم الخنزير، لذلك نركز على التينيا ساجيناتا. التينيا ساجيناتا تكون طبعا تجينا الاصابه تكون هي عن طريق الانترميديت هوست، او بالنسبه للانترميديت هوست طبعا تعرفون شنو الانترميديت هوست، بعض انواع الباراسايت يحتاج اكثر من مضيف حتى يكمل اللايف سايكل، فبعضهم يحتاج الى ما يسمى بالوظيف الوسيط او الوسطي اللي هو الانترميديت هوست، وبعضها ما يحتاج الى فقط مضيف واحد حتى يكمل اللايف سايكل مالته،
مثل البروتوزوا أغلب أنواع البروتوزوا تكون دايركت لايف سايكل تحتاج مضيف واحد فقط حتى تكمل اللايف سايكل. لكن كل ما نصعد بالسلم التطوري للديدان أو للباراسايت راح نشوف اللايف سايكل مالتها تزداد تعقيد، تزداد الأطوار حياتها، تزداد المضيف أنواع المضيف اللي يعتبر كإنترميديت أو ديفينيتيف هوست. فبالنسبة للتينيا سيجنادا الإنترميديت هوست هو البيف أو العفو الكاتل أو الكو، بينما التينيا سوليوم هو البيكس، بينما الديفينيتيف هوست بالنسبة إلى هو الهيومن. وقلنا إحنا نشخص نقول هذا ديفينيتيف هوست أو إنترميديت هوست حسب الستيج اللي موجود فيه. فإذا نقول إنترميديت هوست معناها يا أما عندي لارفال ستيج أو يحدث بيها الأسكشوال ريبرودكشن التكاثر اللاجنسي. نقول عليه ديفينيت أو نشخصه كديفينيتيف هوست إذا حدث بيه السكشوال ريبرودكشن أو نشوف بيه الأدلت وورم. فبالنسبة إلى التينيا سيجيناتا الهيومن أقدر أشوف بيه فقط الأدلت وورم بالنسبة يعني اثنيناتهم التينيا سيريوم والتينيا سيجيناتا. الفرق بيناتهم طبعا السيستا سيركا هي عبارة عن مسمى للارفا اللي خاصة بالتينيا سيجيناتا والتينيا سوليوم. بالنسبة للتينيا سيجيناتا فقط الهيومن يحتوي على الأدلت وورم، يعني على الطور يحتوي على فقط الطور البالغ من الديدان. بينما في حالة التينيا سوليوم الهيومن يمكن أن يحتوي على الأدلت وورم ويمكن أن يحتوي معه على اللارفا اللي هي سيستا سيركا اللي راح تتواجد وتهاجر إلى المصل. وتعتبر إذا تكونت اللارفا بالهيومن هي تعتبر الديد إند بالنسبة للتينيا سوليوم. بينما إذا عندنا البي الكاو أو بالنسبة للبورك صار بي لارفال ستيج وراح يكون بالستريتد مصل، هذه ما تعتبر الديد إند لهذه. ليش؟ لأنها راح تؤكل من قبل الديفينيتيف هوست اللي ضمن الهيومن. يعني أنا الإصابة اللي يصير عندي بالتينيا سيجيناتا أو نفرض التينيا سوليوم لما أكل لحم غير مطبوخ بصورة جيدة أو لحم مصاب باللارفال ستيج أوف ذا تينيا سيجيناتا أو تينيا سوليوم، وبالتالي هذه اللارفال ستيج اللي هي سيستا سيركا راح يصير بيها انجشن داخل الاستومك جوز، وبعدين راح يعني هذا المصل راح تروح تبقى عندي اللارفال ستيج راح يصير بيها هاتشنج ان ذا انتستين. وراح اول ما تطلع لي تتذكرون عندنا بالنسبه للديدان الشريطيه عندها ثلاث انواع من مكونات الجسم، عندها ما نسمى بالهيد او السكولكس، وعندها النيك، وعندها السيجمنت او البروغلودد القطع الجسميه. فاول ما يطلع لي من اللارفال ستيج هو الهيد، هذا يسوي اتاتشمنت اول شيء يتشلب بالانتستين ابيثيليا سيلز ويبدي يكون هذه السيجمنت. والسيجمنت قلنا بيها عده انواع، اما تكون بروغلوتد اما تشور، ما طبعا ما تبدي اما تشور ما تشور، والاخير السيجمنت الاخيره هي الجرافيد سيجمنت اللي راح تنفصل من هذا الديدان الشريطيه وتخرج مع الستول الخاص بالبيشنت. اذا الفرق بين التينيا سيجيناتا والتينيا سوليوم انه هي طبعا اثنيناتهم هذا هيومن، هذا بالنسبه اثنيناتهم الديفينيتيف هوست هو الهيومن، لكن الانترميديت هوست هنا عندي الكاو هنا عندي البيكس. بالنسبه لللارفال ستيج يوم بالتينيا سيجيناتا نشوفه فقط بالكاو او الكاتل، بينما الورم الادلت وورم راح نشوفها بالهيومن. التينيا سوليوم راح بالهيومن نشوف الطورين اللي هو الادلت وورم ونشوف وياه ايضا اللارفال ستيج بالمصل. واضح طلاب؟ نعم دكتوره اشتريت. هاي اللايف سايكل راح توضح لكم، راح تشوفوها هنا مختلطه بين ليش؟ لان قلنا ذا سيم لايف سايكل ذا سيم ستيج، نفس الستيجات اللي تمر بيها ونفس اللايف سايكل باختلاف الانترميديت هوست اللي هنا قلنا الكاتل او الكاو وع البيكس. والباثولوجي طبعا الباثوجينيسيس عندنا طبعا هذه مهما انه هي عدد طبعا الديدان الشريطيه يوصل طولها الى عده امتار، فبالتالي 100% راح يسوي لي ابستراكشن بالنسبه للانتستين، بالثاني راح يسوي لي ايضا راح تاثر اسوي لي مال ابسوربشن،
لعدد من المغذيات وراح يشارك الإنسان بغذائه لأن هي بما أنه هي طولها كلش كبير لذلك راح يسبب عندي سوء تغذية بالنسبة للبيشنت اللي موجودة فيه. بالإضافة أنه هي هذه تينيا سيجيناتا والتينيا سوليوم يوصل وجودها داخل الهيومن إلى عدد من السنين يعني توصل إلى عشرات السنين تتواجد بها. والسبب خاصة إذا كان عندي ما أخذ دراكس حتى يقضى عليها. والسبب لأن هي ما تحتاج أن تغادر كأدلت وومن خارج الجسم وإنما تتكاثر بالقطع الأخيرة من الجسم يعني مو هي نفسها تنفصل حتى تنتقل إلى مكان آخر وإنما فقط القطع الأخيرة من جسمها اللي راح تنفصل واللي تحتوي على البيوض اللي تنفصل وتخرج مع الفيسز وبالتالي راح تسبب لي infection to the other person. إذن عندنا من ضمن الأعراض اللي يسببها اللي الهيديك، نوزيا، vomiting، mental disturbances and seizures caused by insisted cystocerca في حالة وحدة إذا كانت توجد عندي بالبرين. هاي بالنسبة إلى التينيا سيجيناتا والتينيا سوليا. نأخذ السبيشيز الأخير اللي هو Diphyllobothrium latum دودة السمك الشريطية. إذا من اسمها دودة السمك الشريطية معناها الون الانترميديت هوست أو الانفكتيف اللي تصير عندي عن طريق أكل السمك المصاب اللي يحتوي على اللارفال ستيج. بهالحالة اللارفال ستيج أو ديفول بوثريوم لاتم هو ما يسمى بالبليروسيركويد. اللارفال ستيج هو البليروسيركويد. هذه ديدان هاي طبعا إذا تشوفون هذه دودة السمك الشريطية أيضا تكون طويلة وتوصل عدة سنتيمترات. بالنسبة إلى هذا قلنا السكولكس of the Diphyllobothrium latum اللي يسبب infection for the human. قلنا كل ما تتطور الباراسايت أو نصعد بالسلم الخاص بالباراسايت راح تتكرر عدي أو تتعدد الاستيجات خلال اللايف سايكل. فمن هذه الاستيجات المتعددة واللي شفتوها راح نشوفها هي Diphyllobothrium latum. الانفكشن occurring when the man will be eating the raw fish or undercooked fish اللي تحتوي على larval stage أو infective stage اللي هو البليروسيركويد. هذا البليروسيركويد will be hatching will, راح يتطور داخل small intestine ينطينا الadult worm. مع الستول أو الفيسز of the human راح يطلع لنا an embryonated egg وهذه راح past in the feces. داخل المي طبعا تحتاج الى بيئه مائيه حتى يكمل اللايف سايكل. فداخل هذا الماء راح تتطور هذه الامبريونيتد ايج راح تصير امبريونيتد ايج تحتوي على الجنين. هذا يحتوي على ما تركيب تشوفون داخل البيضه اكو تركيب مهدب يحتوي على سيليا الكره السيديه. هذه راح تسوي طبعا راح تسبح داخل الماء تجي تؤخذ من قبل نوع من انواع القشريات الكريستيشيانز اللي يسميها داخل هذه القشريات تتحول ما يسمى بالبروسيركويد. هذا الطور اللارفال ستيج راح تاخذ الاسماك الصغيره داخل هذه الاسماك الصغيره راح يتحول الى طور اخير هو يسمونه البليروسيركويد. البليروسيركويد هو الانفكتيف ستيج فور ذا هيومن. Pathology and pathogenesis, disease caused by tapeworm of chiefly يكون هناك vague abdominal discomfort and loss of appetite leading to the weight loss. Dilatum has unusual capacity to absorb vitamin B12. يعني شارك الجسم والإنسان سوي لي deficiency بفيتامين B12. And among some groups, a vitamin B12 deficiency leading to the various levels of the pernicious anemia may rarely develop. هذه بالنسبة إلى المصطلحات أو نقول عليها GIT parasites بصورة عامة. وخذنا كم species خاص بالبروتوزوا اللي يسوي لي GIT infection وكم أنواع من الهيلمنث اللي يسوي لي أيضا تعتبر GIT parasites. طبعا جدا آسفة على الإطالة وعلى السرعة بس الوقت بصراحة ما يكفينا ساعة بس شو نسوي بعد لازم نغطيكم المادة. واضح طلاب عندكم أي سؤال؟ شكرا جزيلا دكتورة عاشتيدي. ما شاء الله عندكم تصفيات الدوري وصلتوا 49 طالب. انتوا ايش قد عددكم توتالي؟
دكتورة حوالي 300. 300 ما شاء الله، يعني حتى ربع ربع. لا حتى مو ربع 150، حتى مو ربع، أقل الربع. دكتورة يحطون الدوام ويا ويا وقت المحاضرات. يعني مثلا اليوم هسه هاي ان شاء الله بعد راح تتلافى الشغله، ان شاء الله بعد من الاسبوع القادم راح تكون محاضراتكم كلها الكترونيه، عفوا حضوريا. بلغوكم؟ بلغوكم؟ ما الصراحه ما شفت اي تبليغ بالقناه. لا ان شاء الله تم التبليغ انه بعد ان شاء الله من الاسبوع القادم بعد وداعا للالكتروني ان شاء الله كله راح يكون حضوري. محاضرات النظري والمختبرات العملي بالاضافه الى مختبرات المهاره. ايه جاهزاً دكتورة. افضل طبعا افضل، عيدوا شوي يعني رجعوا كطلاب، يعني حتى علاقاتكم بين الطلبة شوية ترجع طبيعية احسن للالكتروني. انا شفت البارحة جروب ناس ما تعرف ناس ولا كأنه كانوا مرحلة واحدة. عيني اسفين على الاطالة طلاب، ان شاء الله استفاديتوا، واي سؤال عندكم راسلوني، راسلوني على الواتساب على الفايبر اي موقع تواصل تريدونه تريدون تتواصلون وياي دايركتلي ما عندي مانع. ان شاء الله هذا الريكوردينج والسلايدز راح احوله الى نور، ونور هو يحول لكم اياه تسير رب العالمين. طبعا الريكوردينج هو صار يمكم، ما اعرف عن الميكانيزم شلون الريكورد صار يمكم، صح لو لا؟ This session is no longer being recorded. يلا عيني بالتوفيق ان شاء الله، مع السلامه. شكرا جزيلا دكتوره، مع السلامه. الله يعطيكم تمام.